بالنسبة للوضوء، ترجمة أنا بكون خارجة من بيتي وبنزل شغلي وبكون متوضية وتمام وكل حاجة، وممكن أدخل التواليت أو حاجة، بس بكون من الصعب عليا مثلا إن أنا أقلع أنا آسفة يعني سوري الشوز أو البوت أو حاجة. فهل ينفع إن أنا أتوضأ بالمسح بالماء كده على رجليا مثلا؟ ده تمام. السؤال الأول. والسؤال الثاني بالنسبة إن أنا لو بطلع الصدقة أو الزكاة، انا لو انا عارفه حد بس من ضمن ايتام مثلا او حد مش مقتدر او الكلام ده كله، بس من معرفه من قرايب او حاجه، هل يجوز ان انا الصدقه او الزكاه تطلع على الناس دول بدل ما اطلعهم في اماكن بره ولا لا؟ طيب الأقربون يعني. بالظبط. شكرا يا ما. الوضوء ينفع يجوز تمسح على الجزمة؟ يجوز طبعا يا فندم، لأن سيدنا النبي كان يمسح على الخف. الخف أيام سيدنا النبي كان يحل محل الشوز النهارده، كان يحل محل أعزكم الله وده بس في الرجلين بس، في القدم بس، في القدم بس. انما ما أيوه ينفعش يقيس على بس، القدم وهي دي ان انا امسح بس على اي خدي حاجة بالك في تانية. نقطة يا فندم، بعد ما تتوضأ وتيجي تلبس الشوز بتاعها تلبسه بنية إن هي تصلي بيه، زي ما بلبس الشراب كده، يعني هو هيحل محل إيه؟ محل الجورب اللي هو الشراب أو محل الخف. وصل؟ وتمسح عليه للمقيم 5 فروض يوم بليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، يعني 15 فرض. حتى لو دخلت التواليت أو بتمسح دورة على المية وشه من فوق. أو من فوق. وده سيدنا علي وقف عند الحتة ديت وقال إذا كان الدين يؤخذ بالرأي، لو شغلنا عقلنا لكان المسح على باطن الخف من تحت الحتة اللي بتيجي على الأرض، كانوا بيمشوا بيه في الأرض، أولى من المسح على ظاهره من فوق، نمسح على التراب اللي بيجي على التراب ده اللي فوق. ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره، يعني ما تشغلش عقلك مع تكاليف الدين، سمعنا وأطعنا، وقطعنا. طيب بل وتصلي بيه كمان يا فندم طالما ما فيهوش نجاسه من تحت. اعزكم الله، بس اتاكد ان ما فيهوش نجاسه تقف وتصلي بيه تصلي عادي خالص. بالجزم. اي نعم. طب فكرة الدخول المسجد، ما هو ده بقى حرمه، المسجد له حرمه. خدي بالك انت لو شفت في مكه والمدينه، ربنا يكتبها لنا قريبا يا رب، بيمشوا على فكره بيمشوا وفي ناس لا ده الحرس والناس العمال واقفين واقفين، بس ده بالاحذيه. شوز خاص بالمسجد، لا لا هم بيلبسوا حاجه زي جزم عاديه. بص يا فندم، هم بيخلوا لي المسجد عشان المسجد ده مكان طاهر بنسجد فيه بس. لا انا يعني شفت، اصل انا سالت، بيبقوا لابسين احذيه عاديه، مش شايفاهم لابسين عليها بلاستيك ولا اي لا حاجه. لا ما هو الاحذيه دي بيخصصوها للمسجد. انا شفت هم داخلين بيجوا قالعين الحذاء العادي ويجوا لابسين ده. طب واحد دلوقتي، في ساعات واحد بيبقى رايح عمره او حج ورجله، وانا من الناس ديت ما اعرفش امشي انا على البلاط ولا على الصف والمروه بتفتح، انا بجيب شبشب اعزكم الله او حاجه طريه، حاجه طبيه، وبغسلها وبتاكد ان هي طريه وبلبسها عادي خالص. فالناس وصلي يقولوا ده بيها وعادي. عادي خالص. طيب الزكاه والصدقه للاقربون اولى؟ طبعا الاقربون اولى بالمعروف، وما قالش الاقارب، الاقربون كل الاقربون مكان نسبا اقرب. ومكانا، يعني سواء اقربون قرايبي او او جيران. اقربون جيراني. الله يفتح عليك.